مدحت وردة، معلومات لا تعرفها عن والد عمرو وردة المثير للجدل. مع التطورات الأخيرة التي أدت إلى استبعاد اللاعب عمرو وردة من المشاركة في المنتخبات مدى الحياة، خرج والد اللاعب ليعلق على هذا القرار، حيث قال مدحت وردة نجم كرة السلة السابق: ما حدث من الجهاز الفني ضد عمرو وردة ظلم كبير، لم أرى في يوم استبعاد لاعب بسبب تعرضه للظلم من قبل الجماهير. عمرو ابني ملتزم ويعرف ما له وما عليه جيدا وتعرض للظلم. هذا التصريح دفع الكثيرين للبحث عن السيرة الذاتية الخاصة بلاعب السلة السابق مدحت وردة، حيث لمع ذلك الاسم في منتصف الثمانينيات على نحو خاص، لا سيما في ظل زحف موجات التدين الشكلي على مصر بما فيها الرياضة، ليظهر على أثر ذلك ما يسمى بالشرط الشرعي. كما بدأ كثير من اللاعبين في الاهتمام بالظهور في صورة اللاعب المتدين من خلال إطلاق اللحية ليكون من أبرز هؤلاء الأشخاص مدحت وردة. هذا النهج المتشدد الذي تبعه مدحت وردة دفعه ذات مرة إلى رفض رفع الكأس بعد الفوز بالبطولة ليرفع بدلاً منه المصحف، وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين وأحدث جدلاً واسعاً بين جمهور كرة السلة، حتى أرخ هذه الواقعة الراحل فرج فودة خلال أحد مقالاته قائلاً: كان مدحت وردة كابتن الفريق المصري قد أطلق لحيته وكحل عيني ولبس لباساً طويلاً، وبعد وقتين إضافيين انتصر الاتحاد السكندري، ولم تدم سعادتي أكثر من لحظات قصار أفسدها مدحت بعد ذلك حين تقدم لاستلام الكأس فرفض رفعه إلى أعلى ورفع المصحف بدلاً عنه، بينما المذيع يصرخ: لا إله إلا الله، الله أكبر. وهكذا تحولت ساحة الرياضة إلى ساحة تعصب مقيت. اليوم وبعد 30 عاماً من هذه الواقعة المثيرة للجدل، يعيش مدحت وردة موقفاً محرجاً بعد أن تم استبعاد نجله من المنتخب لأسباب أخلاقية. فالرجل الذي استحدث ظاهرة الشرط الشرعي في الملاعب ورفع المصحف بديلاً عن كأس البطولة، يظهر نجله اليوم عارضاً أجزاء من جسده في فيديو جنسي مرسل لإحدى الفتيات. فضلاً عن وجود محادثات أخرى مع كثير من الفتيات كشفت عن سوء أخلاق عمرو وردة، المفارقة الكبيرة بين تصرف وسلوكيات الوالد مدحت وردة والابن عمرو وردة تعكس تحولات كثيرة شهدها المجتمع المصري على مدار 3 عقود ماضية. فعلى الرغم من الشهرة التي حققها مدحت وعمرو، فإن الصورة تختلف تماماً. فالأب أثار الجدل بتدينه الشديد بعد أن تشرب أفكار جماعات اتخذت من الإسلام ستاراً لنشر فكرها المتطرف، بينما الابن استغل تكنولوجيا العصر في تصرفات غير أخلاقية انعكست على صورته سلباً وأدت إلى افتقاده فرصة اللعب في صفوف المنتخب.